أشرفت خلية الأزمة ضد كورونا في قضاء بيجي على إدخال البضائع والسلع للمواد الغذائية والخضروات، وأثنى قائم مقام القضاء على توجيه محافظ صلاح الدين بإدخال العجلات التي تحمل المواد الغذائية والخضروات عبر معبر الفتحة بعد تعقيمها وتعفيرها. تنفيذا لمقررات خلية أزمة محافظ صلاح الدين المركزية برئاسة السيد المحافظ، تم إدخال هذا اليوم مساء المواد الغذائية والخضروات بعد تعفير السيارات الداخلة وبمساعدة الهلال الأحمر العراقي. جميع القوات الأمنية مستنفرة حقيقة، وشاركونا هذا اليوم وكالة الاستخبارات من فوج النفط. وأطمن أهلنا في صلاح الدين وفي بيجي أننا العين الساهرة، وأننا متابعون لجميع المفاصل بما يخدم ويرفع المعاناة والحيف عن أهلنا إن شاء الله في هذه الأزمة. نتمنى من مواطنينا الكرام الالتزام بتعليمات مقررات خلية الأزمة المركزية لوزارة الصحة وخلية الأزمة المركزية في محافظة صلاح الدين. لا يوجد شح في المواد، لا يوجد أي شيء من هذا القبيل، وحتى المشتقات النفطية متوفرة، الغاز، النفط، البنزين، الغاز، كلها متوفرة بفضل الجهود المبذولة من كافة القطاعات. القوات الأمنية ترافق هذه خلية الأزمة بكل الواجبات، والغرض من عدها هو تسهيل وصول المواد الغذائية ومراقبة أسعار السوق للحد من ظاهرة تجار الأزمات، وإن شاء الله نطمن أهلنا في قضاء بيجي أنه لا توجد أزمة ولا يوجد ارتفاع بالأسعار. قمنا بالواجب في الساعة المتأخرة من هذا اليوم لنعبر الكيات المحملة بالخضرة والمواد الغذائية إلى قضاء بيجي. قامت جمعية الهلال الأحمر العراقي فرع صلاح الدين ولساعات متأخرة ليلا مكتب بيجي قامت بتعفير وتعقيم العجلات القادمة من محافظة كركوك التي تحمل المواد الغذائية والمواد الخضروات والفواكه، بتعفيرها وتعقيمها خوفا من الحد من انتشار فيروس كورونا. أيضا نوصي أهلنا في صلاح الدين وفي عموم العراق بالالتزام بالوقاية، وايضا الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الحكومه العراقيه والجمعيه الهلال الاحمر العراقي، وهي ارتداء الكمامات والقفازات والابتعاد عن التجمعات في الوقت الحالي.